من طنجة تنضم إلينا مراسلة الغد فدوى المرابطي. فدوى، كيف تسير الاجتماعات لديك حتى اللحظة؟ نعم، توقفت قبل قليل هذه الجلسة الافتتاحية التي دخلها أعضاء مجلس النواب الحاضرون والذين يتجاوز عددهم إلى حدود اللحظة 100 عضو، خرجوا للاستراحة ومعاودة الدخول والجلوس مرة أخرى واستكمال النقاش الذي انطلق صباح اليوم. هذا النقاش أو هذه المشاورات تهم بالأساس التوافق بشأن اختيار مكان وتوقيت وجدولة الاجتماع المقبل قبل لمجلس النواب ليبيا، ويبدو أن هناك توافق على عقده بمدينة غدامس. أيضا هناك بعض النقاط في جدول الأعمال مثل مناقشة نتائج حوار تونس، لكن حسب تصريحات للنواب المشاركين لم تحن لحدود اللحظة أو لم يباشر الأعضاء مناقشة هذه النقطة. التركيز بالأساس في الجلسة الافتتاحية كان على مسألة التئام مجلس النواب في جلسة دستورية في الأيام القليلة المقبلة بليبيا. أيضا كان هناك قد ورد خبر بعرض بعض النواب لمبادرة أو لحل يتمثل في إنهاء جميع الأجسام الموجودة حاليا وتشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة سنة. النواب المشاركون هنا رفضوا، أعلنوا رفضهم لهذا الحل وأكدوا على أن الجهاز التشريعي أو الهيئة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا هي مجلس النواب، وأنهم لن يقبلوا بأي حل من هذا النوع، وأكدوا على أنها رسالة تواجدهم هنا من طنجة هي رسالة للمجتمع الدولي ولبعثة الأمم المتحدة على أن الليبيين بمقدورهم التوصل إلى حل، وأن ترميم أو إعادة صف هذا البيت الداخلي بيت مجلس النواب من خلال إنهاء الانقسام الذي دام لسنوات هو مؤشر إيجابي على قيام هذا المجلس في الأيام أو الفترة المقبلة بدوره التشريعي والدستوري والتأسيس لمرحلة انتقالية وانتخابات مستقبلية. إذن ستستكمل أشغال هذه الجلسة بعد قليل، ويتوقع أن ينضم إليها وزير الخارجية المغربي الذي سيرحب بضيوف المغرب. أيضا كانت هناك كلمات شكر للمملكة المغربية من طرف أعضاء مجلس النواب الذين نوهوا يعني بجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب كأرض حياد من أجل تقريب وجهات النظر وإذابة الجليد وإنهاء كل التعثرات السابقة. شكرا على كل هذه المعطيات من طنجة مراسلة الغد فدوى المرابطي.